انذار ضد اللاعب الفتحاوي فاتحي هشام، والكرة ستعود للفريق التونسي من خطأ بقرار الجزائري بن نوسة. بالماريس هذه البطولة إذا اعتبرنا من 92 سيكون بعد التغيير خروج اللاعب سليمان ديمبلي، وهذا واحد اللي قلت لك باش يدخلهم عموته اللي هو صانع العاب خطير جدا مهم جدا محمد لامين بقالي. حذاري للنادي الاصفاقسي محمد لامين البقالي، صاحب تمريرتي هدف في كاس العرش الخميس الماضي على الماس على فريق المغرب الفاسد. يدخل محمد امين البقالي